صالح تعال باش نفضل ولا نخرج من هذا نكسرو قادر ابوك السلام عليكم صح فطوركم صح رمضانكم مرحبا بكم في حلقه جديده من الكاميرا الخفيه طفرت فيك كادر 44 جبنا باش نديرو كاميرا كاشي يلا بدون اطاله تبعوا معنا ودي انا والله غير في وجه صحابك راك فايت والله غير شو نقول لك كم شي صحابك هذوك قسما بالله غير نعطيك بالطابله للراس ها قدام السيد كادر عرفته بصح ما عرفتش 44 خرجوا لي برا انا ما نضربوش قدام الرجال بسكو على بالو بلي يدخلوا ويسلكوه وكاع منهم الهي كادر 44 مغني جزائري معروف راه معنا اليوم في الاستوديو مرحبا بك كادر مرحبا بك خويا سفيان بون 44 هذه سي بيان كنا سما نخدموا في بلاصه كانوا بزاف سما كان واحد الزوج هكا كادر دي فوا يعيطوا كادر ومن بعد يقول لك شكون قول له لا عيط لي كادر 44 راحت اسم 44 السؤال اللي حبيت نطرحه بكل صراحه هل ديفو اللي فيك انت طبقوا على الناس لانه الاغنيه على بالك معيار يعني كي تمد اغنيه للناس ويسمعوها شويه يدوك الناس هادو اللي لم فيهم لي ديفو ويغنوا يسمى كاين ناس موراهم حابين يفسدوا هذا الامر دوك ماشي احنا خاطينا كما يقول لك هما شوف كيفاش يحبوا كاين اللي يحب دراهم كاين اللي يحب شهره كاين اللي يحب هذه كادر الوهراء اسمح لي كادر 40 اسمح لي خويا كادر الوهراء ماشي هو كي شغل كوبي هو شيان شويه شيان كادر الوهراء كادر الوهراء اسمح لي كادر 44 اذا وهراني هذا راه يا غلط الله كادر الوهراني في راسه لو كان نسقسيك سؤال يعني يجي في راس كاع الجزائريين شحال تخدم لها راس والله غير سا ديبون كل واحد كيفاش المستوى المادي تاعو على حسب تسمى انت واحد عيط لك دير عرس تقول له اسكو شحال المستوى المادي شحال نعرفوهم شي نعرفو العربون ترجعوا ل والله غير ما شديت العربون جامي شديت خطره واحد حتموا عليا هكذا حلفت لك قلت لك اسمع هذه حاجه صرات لي ليا عندي معلومات شخصيه واحدة. انك كليت زوج الناس كليت لهم عربون ما فهمتش نشرب الماء سكسيتو كاستيون يا سفيان هذه انت والو لافوكا ديالو انت تحمل انا مسؤوليه انا نتحمل انا ما دي مات في لا كيسيون هذه ما تفوتش خويا ما تفوتش لا 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 اسمح لي اسمعني معليش هو يدير مشكل في راسه ويضرب على طريق واحد اخر دوك ماشي على هذيك دوك هذه نجوم جزائر من بعد كباري من بعد هذه ما فهمتش انا معليش نكملوا سجل الله يجازيك باش نكملوا على طريق واحد معليش حاب نحكي في السجل لا هذوك مش عارف ما فهمتش انا دوك عيب هذه هضره في التلفزيون عندنا والدينا ما يتفرجوا علينا عندنا ولا لا علاش ما يعرفوش بلي كاين اللي يعرفوا اللي بروش اللي سهروا هذوك يعرفوني بصح الناس اللي ما يشوفوا فيا في التلفزيون ما كذبت عليهم من سابق ماشي كذبت عليهم دوك واحد كيما يقول لك كل حاجه عنده الحاجه بيرسونيل تاعو قلت لهم نخدم بلومبي اي سا ديبون واش قلت لهم بصح ماش جايه دوك نهضر على الاخر نهضروا هضره حاجه باينه درت فينا مزيه شي درت فيك مزيه عيط لي جيتك انا كنت ثاني خدام لك كذب عليك دوكا جوسكا ما تروح راني نخدم وخليت خدمتي وجيت ليك دوك انت الى كباري خدمها ماشي كاب دوك تهضر معايا جبد لك كباري هذا من بريزي ولا كيفاش ديريكتريس برودكسيون بروبوزات اسمك ما حبيتش حبيتش تما نجوز عليها باسكو موافات سمعكم حبيتش نجوز على كلامها انا ما نهضرش غير ما كلا انا نقعد ساكت ما يهضر نقعد ساكت هنايا قال لك مشينا عيط لك وديريكتريس وما على باليش جبت لك واش راك تدير مش عارف فيها لي سكسي فيها انا نورمال كوبينا لي سكسي فيها ديك تسكسينيش هكذا خويا ما تسكسينيش هكذا هذه قال لهم مش دي كيسيون راك مجدهم هذه ماشي هذه تاع الاخر
مشكور انا جورناليست انا نديسيدي واش الحكايه. لا لا ماشي هادو هما لي كيسيون خويا، هادو لي كيسيون انا ما نجاوبش عليهم. سماك شغل جابني باش يطيح بيا ولا مع سرق العربون ما باليش. مش غنجيبكش العرس تاعي، فهمت انايا؟ بصح كيف ما فهمتني شيء هذه الحصه واش هي؟ بصح فهمني انت تقبل واحد سقسي كي قلت سرق العربون. خلينا نخدم الله يجازيك. بصح ماشي هكذا. معليش كادر ها يا خويا. قالوا لي سرقت العربون ما على باليش انايا تهضر معايا. تهضر معاك تعرف استغفر الله يا ربي. في داركم الصالون قالوا مرحبا بك الفيديو تاعنا. ياك تشوف. تخدم مع لي كرون شونتور دو مون. لي كرون شونتور. سوا سوا. انت اللي راك يحصل. دوك كان تحت اسمع نهضر معاك دوك. كون طحت مع واحد. اما طحت مع الشاب خالد وكان دي طابلك كسرها على راسك. باش نقول لك. باش نعطيها لك مليح في راسك. ما تعرفش لي زارتي كيفاش دايرين. انا وليت فاميليا وعاقل. ما تحوش تفهم نخدم في كاباري ولا نخدم في السوق. انت ما عندهم ما دخلك. انا حوست عليك واش تخدم انتايا. بالك تخدم خدمه واحده اخرى. لا انا ما تخدمش. بالك تخدم خدمه واحده اخرى. انا على بالي. مشاهدينا الكرام إذا نواصل هذه الدردشة القيمة والرائعة مع فنان جزائري كادر الوهران. صباح راه كادر وهراني كادر الاخر ما كملش انايا انا غير نساها هذه غلط. اسمعني نصفك على بالك. لا والله غير قسما بالله. ها شوف رانا اربع رانا خمس ترس. بصح ها شوف اصاحبي شوف انا ما نجيبش نقعد. ها ليش ان شاء الله والله ما نقدر نقعد خو. ماشي على هذيك دوك انت هذا الانسان هذا الانسان كادر كارونت كات مكتوبه الشيفر كبير 44 الصباح راه كادر الوهراني كادر الاخر. انا انت العدو باسكو انا نقول اكثر منك. ايه راني نشوف كيفاش راه يهضر معاكم الاخر. ماشي نهضر يا اخي سي محمد جايبني انا جايبني فرسي. جايبني فرسي خويا. إذن مشاهدينا الكرام نواصل معكم هذه الدردشة القيمة مع فناننا القدير فنان كادر الكارونت كات. كارونت كات. وكاين موزع اللي يخدم لك الأغنية يسمى أنت تجي تشوف الأغنية أسكو تقدر تطيح لك مع لافوا تاعك مع لو ستيل اللي تحوس عليه هكذا تكمل في ذاك البروجي. شو المقنين أنت؟ أبدي أنا والله غير في وجه صحابك راك فايت والله غير شو نقول لك كم شي صحابك هذوك قسما بالله غير نعطيك بالطابله للراس ها قدام السيد تبك ما تعرفنيش بيان كادر عرفته بصح ما عرفتش 44 انا قلت لك احترم فما كيما تبغي احترم والله ماك جيب صفات تاع واحد يد فاميليا انت يا روحك انت ما ماكش ناس ملح كاع والله ماك راجل انت هضره اسمع هضره قدام اصحابك انا كم شي صحابك دوك شوف بعينك بس اسمع شدي هذاك تهضر فيها بصح بين مخدرات هذا بين المخدرات شوف اطفال والله مخدر خرجوا لي برا انا ما نضربوش قدام الرجال باسكو على بالو بلي يدخلوا ويسلكوه وكاع منهم الهي كان والو سي ان سامبل شونتور سقسيتو دو كيستيون عندي معلومات عليه حبيت نسقسيه شويه وين تعرفني وين تعرفني انت عندك معلومات عليا وين تعرفني مسيو ديريكتور تعرفني هذا مسيو ديريكتور سمح لي بصح هذا وين يعرفني هضر مع السيد هكذا وين يعرفني ورا ديريكتور ورا سي ان شونتور كي ترافاي دون ان كاباري شو دخلك تا واش دخلك واش دخلك سي ان شونتور اصبع ورا الديريكتور تاعكم مرة وي ورا الديريكتور هذا واش بيه هذا يبيع تهم الناس انتايا في حياته ما هضرش معايا ما قاليش تبيع السطله تجي انتايا خسر لي السمعه تاعي انتايا الناس ما يعرفوش تهضر لي ماشي هكذا خويا لا تهضر هضر نورمال ما تهضرش نورمال خويا لا عندك رونكيل معك الشونتور خويا نهضرها لك هنا خويا اسمعني مليح الا عندك رونكيل معك الشونتور ولا ما ولا مش عارف انا ما تفونجيش فيا انا خاطيني خويا معليش شي يتعلم ماشي هكذا احنا درنا نورمال درت مع نورمال خاوتي اون ديريكت اش بيطلع عنده طلعش عنده انا وجيت انا جيت المدير انايا نو لا احنا قالوا ميساج باسكو اسمع ميساج تاعك وخدم معاه وخدم جامي يحكموك لا بوليس باسكو اصبر عليهم ضربني والله ماني حاب نتلاح ليه والله العظيم يا جماعه والله فلتع شر هذا على بالك والله غير فلتع شر هذا من صباح يدير على لابوليس على الاخر والله غير
ان شاء الخير وخلاص الله ان شاء الخير. هلا عندك دي جي إيه خلاص راه درخينا نروحوا صاحبي. عندك بروبليم على بوليس باسكو اليوم درنا الكاميرا كاشي. ملي عرفت الكاميرا كاش يجبد لك لادروج قلت لك لاباريس الخود العينيه وين هذا على بالك صاي 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 مالك هذا اعطانا كلمه في رمضان برك بون نقولكم ان شاء الله يفوت علينا رمضان هذا ان شاء الله يفوت علينا بالخير وبالصحه وبالهنا ان شاء الله وربي يشافي كاع الناس وان شاء الله كما يقول لك نصوموا بالخير والهنا ويعطيكم الصحه هنايا ليميسيون هذه جات شابه مع سفيان خويا وجماعه كاع بارك الله فيكم يعطيك الصحه الله يحفظك ميرسي اخويا اسمح لي بزاف بزاف اسمح اسمح شفتني يا صاحبي